مساء الخير. لطالما شكلت كل من مورك اللطامنة كفرزيتا مثلث الرعب بالنسبة لميليشيا أسد طيلة سنوات الحرب. اليوم تتجنب الميليشيات المواجهة المباشرة مع هذا المثلث، لذلك تحاول محاصرته بالتقدم نحو خان شيخون من الجهتين الغربية عبر الهبيط والشرقية عبر التمانعة، وقد نجحت في ذلك حتى الآن عبر تدمير تلك المناطق بالكامل من خلال سياسة الأرض المحروقة المدعومة بالطيران الروسي وبتكلفة كبيرة في صفوفها، وسط أنباء عن محاولات لمحاصرة جيش العزة وتدميره بالكامل من قبل روسيا وبعض فصائل أستانا لرفضه الانسحاب من مناطق نزع السلاح. لا شيء من كل ما سبق يوهن عزيمة الأهالي وفصائل جنوب إدلب وشمال حماة عن صد الميليشيات عن مناطقهم والدفاع عنها، ولكن ما يحز في نفس الأهالي ما يجري من استعراضات عسكرية تجريها فصائل مدعومة من تركيا كفصيل السلطان سليمان شاه في جرابلس، الذي يستعرض قائده أبو عمشة حرسه وقواته وعلى صدورهم الأعلام التركية وهم يقبلون وجنتيه ورأسه كما تقبل العرب كبارها. ما يحز بالنفس أيضا تصريحات كتصريحات المتحدث باسم ما يسمى بالجيش الوطني يوسف حمود، الذي يقول إن هناك 14,000 مقاتل من هذا الجيش جاهزون لخوض معارك شرق الفرات إلى جانب القوات التركية. وسؤالنا للرائد يوسف حمود، هل أنتم جاهزون أيضا للدفاع عن إدلب وشمال حماة؟ شمال حماة الذي بات مهددا بالحصار في حال بقي أداء الفصائل على ما هو عليه الآن، وإعلام ميليشيا أسد يرسل رسائل لمن تبقى من سكان تلك المناطق بإخلاء مناطقهم ويقول لهم إن تركيا والفصائل وقعوا على بيعكم ولا داعي للبقاء. وبالرغم مما يجري يطالب كثيرون الفصائل بفتح جبهات الساحل وخرق حدود التماس في سهل الغاب والتقدم نحو جورين وريفها وتهديد معاقل مهمة للميليشيا لتحويل أنظارها قسراً من جبهاتها الحالية، فما هي أسباب الخسارات الأخيرة المتتالية؟ هل هو لنقص الدعم أم لغياب التنسيق أم لأسباب خارجية تتعلق بالضامنين واتفاقاتهم ومصالحهم على حساب السوريين؟ ما هي خيارات الفصائل أمام تقدم ميليشيا أسد وروسيا؟ وهل ما زالت هناك فرصة لاستعادة الفصائل للمبادرة والانتقال من الدفاع إلى الهجوم؟ ما الذي يمنع الفصائل من فتح جبهات في الساحل والغاب وضرب ميليشيات أسد في معاقلها وتحويل أنظارها إلى جبهات أخرى؟ هل فعلا هناك من يحاول حصار فصيل جيش العزة وتدميره بالكامل لأنه رفض الانسحاب من مناطق نزع السلاح؟ ألا يستهين قادة الفصائل المدعومة من تركيا بدماء الأهالي جنوب إدلب وشمال حماة وبدماء الفصائل التي تقاتل الميليشيات الروسية عندما يخرجون بالاستعراضات العسكرية على حدود الفرات لمقاتلة الأكراد؟ هل بعد كل هذه السنوات من المعاناة يتم تسليم زمام الأمر لشخصيات كأبو عمشة وغيره من لصوص تستروا بعباءة الثورة وأصبحوا قادة يقررون مصير السوريين؟ أهلا بكم إلى تفاصيل. بين التهويل والواقع فارق كبير، وبين خطورة الواقع كحقيقة والاستهانة به فارق أكبر. هذا مختصر ما يجري شمال حماة وجنوب إدلب. فمن جهة تبدو خطة الاحتلال الروسي وميليشيات أسد واضحة بهدف فصل الشمال الحموي عن إدلب، مرورا بمراحل أخرى تسعى للسيطرة على الطريقين الدوليين حماة حلب واللاذقية حلب أو ما يطلق عليهما بإم 5 وإم 4. ومن جهة ثانية، خسارة أي شبر في الشمال المحرر تعني خسارة ومقتلا لجميع الفصائل دون استثناء، وخطرا يتهدد قرابة 4 ملايين مدني ونازح، ما يعني أن المعركة هنا باتت مصيرية ولا مجال فيها لأي اختراقات.
على الأرض فتحت قوات الاحتلال الروسي وميليشيات أسد محورين منفصلين ومتقابلين خلال الأيام الماضية، أي بعد انتهاء مؤتمر أستانا بنسخته 13، وتمكنت ضمن سياسة الأرض المحروقة المعتمدة على شن مئات الغارات الجوية وارتكاب المجازر بحق المدنيين من السيطرة على بلدتي الزكاة والأربعين أو ما تبقى منهما شمال حماة، لتفتح بعدها محورا ثانيا باتجاه بلدة الهبيط جنوب إدلب، بالتزامن مع فتح محور مقابل باتجاه تلة وبلدة سكيك جنوب شرق المحافظة. وهنا تمكنت الميليشيات وقوات الاحتلال الروسي من السيطرة على بلدة الهبيط، فيما شهدت جبهة سكيك شرقا معارك كر وفر قبل أن تظهر الخرائط ما يشبه فكي كماشة تسعى روسيا وميليشيات أسد من خلاله لإحداث جيبين بهدف الوصول إلى مدينة خان شيخون جنوب إدلب، في إطار خطة من عدة مراحل تهدف للسيطرة على الطريقين الدوليين M5 و M4. في المقابل تقول مصادر عسكرية إن تقدم ميليشيات أسد الأخير مسنودا بآلاف الغارات والصواريخ لم يتجاوز الكيلومتر ونصف الكيلو في الزكاة والأربعين ونحو كيلومترين من جهة الهبيط. أما عمق جيب سكيك الذي يبدو بجوانب مكشوفة فبلغ نحو 3 كيلومترات، غير أن هذا التقدم الذي كلف على جبهة سكيك وحدها أكثر من 150 قتيلا لميليشيات أسد ونحو 25 عنصرا على جبهة الهبيط وفق ما أعلنت الفصائل، يبدو ورغم صعوبته يعتمد سياسة القضم البطيء أو ما أطلق عليه بخطة دبيب النمل. وهنا تقول مصادر عسكرية إن أي تأخر من قبل الفصائل لفتح محاور مفاجئة وشن عمليات التفاف وتسلل قد تقلص مسافات الاشتباك باتجاه مدينة خان شيخون التي باتت حاليا تبعد نحو 7 كيلومترات من جهة الهبيط وقرابة 8 كيلومترات من جهة سكيك، في حين أن ذات التأخير قد يهدد مدن وبلدات مورك ولطمين واللطامنة وكفرزيتا وغيرها من بلدات تقع جنوب خان شيخون. ورغم أن الفصائل المقاتلة تخوض حاليا معارك دفاع وصفت بالشرسة على جبهتي سكيك والهبيط، تساءل ناشطون عن سبب غياب ما يسمى بالجيش الوطني شمال وغرب حلب، فيما يترقب أكثر من 4 ملايين مدني ونازح في إدلب عاملا عسكريا لفصائل المحافظة التي ما زالت وبحسب خبراء عسكريين تمتلك العديد من الأوراق لفتحها، خصوصا أنه إذا لم تفتح اليوم فقد لا تفتح أبدا. أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول بالمحلل العسكري والاستراتيجي سيادة العميد أحمد رحال، بضيفي من إسطنبول أيضا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سمير صالحة، بضيفي من الريحانية التركية رئيس المكتب السياسي لفرقة المعتصم السيد مصطفى سوجري، وبضيفي عبر سكايب من ريف حما مراسل أورينت نيوز جميل الحسن. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ مع مراسلنا جميل الحسن من ريف حما. أطلعنا بداية جميل على آخر المستجدات العسكرية على الجبهات لديك. نعم أحمد، مرحبا بك وبضيوفك الكرام. بداية سنبدأ من ريف إدلب الشرقي الذي يشهد الآن في هذه اللحظات أعنف الاشتباكات التي تدور ما بين الفصائل المقاتلة وميليشيا أسد الطائفية المدعومة بقوات الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله على محور سكيك وتل سكيك، وأيضا بدت ترعي اشتباكات عنيفة جدا تدور حتى هذه اللحظة. منذ قليل كان هناك استهداف تجمع للميليشيات المتواجدة هناك وتحقيق إصابات مباشرة فيها. هذا الأمر دعا الميليشيات المتواجدة هناك إلى الانحياز باتجاه الخلف قليلا. استمرت الفصائل المقاتلة بعملياتها وبالاشتباكات واستهداف سيارة عسكرية محملة بعناصر وذخيرة وإصابتها بشكل مباشر. طبعا سبقها تدمير دبابة ومقتل الطاقم تبعها. منذ 3 أيام حتى هذه اللحظة أقوى الاشتباكات تدور على هذا المحور. إذا تراجعنا في الأحداث قليلا لأن الاشتباكات مستمرة على مدار 24 ساعة، عندما حاولت ميليشيا أسد الطائفية يوم سكيك تمكنت الفصائل المقاتلة من تدمير 4 دبابات ومقتل طاقمها بشكل كامل، إضافة إلى استهداف مجموعة عناصر بالقرب من سيارة ذخيرة تم استهدافها بصاروخ ميم دال ما أدى إلى مقتل وجرح المجموعة بأكملها. حتى اللحظة الاشتباكات على أشدها في محاولة من قبل ميليشيا أسد الطائفية التقدم على ترعي
لم تستطع التقدم، وهناك قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات التي تحاول التقدم. بالنسبه لمحاور محور بلده الهبيطه التي تتبع اداريا لريف الضفه الجنوبي، حتى اللحظه ايضا اشتباكات عنيفه على هذا المحور. طبعا ميليشيا اسد الطائفيه وقوات الاحتلال الروسي بعد اكثر من 5 محاولات تقدم فاشله على محور بلده الهبيط انحازت عن البلده بتدميرها باكثر من 80% او 75% من المنازل والمناطق المتواجده في هذه البلده. سياسه ارض محروقه تبعتها قوات تابعه لقوات الاحتلال الروسي بمئات الغارات الجويه والاف الصواريخ. طيب جميل، خليني استوضح منك بعض النقاط السريعه بحكم وجودك على الارض ومتابعتك للتطورات بشكل آني ويومي. الفترة خلال الشهرين الثلاثة الماضيات ذات السياسة، كل أنواع الأسلحة استخدمت، سلاح الطيران، الميليشيات على الأرض، ولم يستطع النظام التقدم، على الرغم من اعتراف روسيا اليوم والنظام بالأعداد الكبيرة التي يخسرونها على الجبهات، ولكن لماذا يستطيع التقدم حاليا؟ ما الأسباب برأيك التي جعلت النظام يسيطر على مناطق جديدة في ريف حما؟ نعم أحمد، سأبدأ معك بالحديث بالنسبة لهذه المناطق. يعني في الثلاثة أشهر الماضية لم يصل التركيز على نقطة معينة أو محددة في يوم واحد، يعني لأكثر من 100 غارة أو 120 غارة جوية، ولكن في هذه الأثناء عندما مثال بسيط على بلدة الزكاوة الأربعين بدأت السيطرة عليها بأكثر من 200 طلعة جوية خلال يوم واحد، يعني نفذت من خلالها مئات الغارات الجوية إضافة آلاف الصواريخ. يعني نضيف على ذلك طيران الاستطلاع التابع لقوات الاحتلال الروسي، هذا الطيران يعني لا يفارق الأجهزة ولا لحظة عند مشاهدة أي هدف أو أي تحرك حتى للمدنيين. تخرج طائرة تابعة لقوات الاحتلال الروسي، وما شاهدناه أيضا خروج أسراب للطيران التابع لقوات الاحتلال الروسي تقوم باستهداف المناطق بشكل مباشر. نضيف عليها الطيران LM-39، يعني في بعض الأحيان يتواجد في الأجواء أكثر من 13 طائرة حربية، بينها ثلاثة الطائرات LM-39 تعمل استهداف الضباط بشكل طيب. مباشر. في أنباء يا جميل أيضا عن مساعي وتحركات عسكرية على الأرض من قبل كل الفصائل الروسية والتابعة للنظام، من أجل إضافة إلى فصائل كانت حاضرة في أستانا محسوبة على المعارضة أو الجيش الحر، من أجل حصار واستنزاف جيش العزة بالتحديد. هل يمكن تأكيد مثل هكذا أنباء وفق اطلاعك؟ نعم أحمد، بحسب المجريات المعارك على الأرض وتحركات ميليشيا أسد الطائفية، نضيف على ذلك يعني تدخل القوات الخاصة التابعة لقوات الاحتلال الروسي بشكل مباشر وبأسلحة حديثة ومناظير ليلية. يعني ميليشيا أسد الطائفية لم يكن لها أي معارك على مدى 8 سنوات في ساعات الليل المتأخرة لأنها لا تستطيع التقدم. كان من المعروف سابقا أن المعارك التحرير هي للفصائل المقاتلة ليلا وميليشيا أسد الطائفية تحاول التقدم في النهار. ما شهدناه في الآونة الأخيرة هي محاولات التقدم جميعها عندما كانت على محور الحماميات والزكاة والأربعين والمناطق الأخرى، كانت جميعها في ساعات الليل المتأخرة بعد تنفيذ مئات الغارات الجوية. عندما بدأت تنطلق من محور الزكاة والأربعين باتجاه ريف إدلب الجنوبي وحتى بلدة الهبيط، والتمهيد مستمر باتجاه مناطق أخرى باتجاه يعني طريق الواصل باتجاه خان شيخون باتجاه تل عاص، وأيضا فتح المحور ريف إدلب الشرقي على محور سكيك وتل سكيك. هذه المجريات بحسب العسكريين على الأرض بأنهم يحاولون حصار ريف حماء الشمالي، لأن بلدة مدينة اللطامنة عفوا وكفر زيتا يعني هي قلاع حصنة، لم تستطع ميليشيا أسد الطائفية من الشرق ولا بالتأكيد. من الغرب طيب. ولا من الجنوب التقدم، لذلك تحاول فرض سيطرة أو حصار على هذه المنطقة، والفصائل المقاتلة متواجدة على هذه المحاور. نريد التنويه إلى نقطة مهمة، يعني باختصار بشكل سريع مشان الوقت يا جميل. نعم تفضل. الفصائل المقاتلة على هذه المحاور يعني تعمل بشكل دفاع مستميت، وايضا تقوم بعمليات نوعيه، يعني لم تقتصر فقط على عمليات الدفاع فقط. يعني على بلده الهبيط يوم امس قيامها بعمليه نوعيه ايضا استهدفت الخطوط الاولى لميليشيا اسد الطائفيه، تمكنت من قتل وجرح عناصر، وايضا قيام بعمليات نوعيه على محور الحويز طيب. وايضا
يعني نضيف على ذلك على عدة محاور واستهدافات بصواريخ الجراد وتحقيق إصابات مباشرة. هناك عمليات استماتة في الدفاع، يعني في بعض المناطق يعني لم مفهوم هي 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 تمسك بالأرض أكثر والدفاع بشكل مستميت كما ذكرت. لضيق الوقت سأكتفي معك بهذا القدر وهذه المعلومات. شكرا لك على مشاركتك معنا جميل الحسن، مراسل أورينت نيوز، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من ريف حماة. وأتحول إلى اسطنبول وضيفي من هناك سيادة العميد أحمد رحال الخبير العسكري والاستراتيجي. سيادة العميد، وفق متابعاتك لسير المعارك في ريفي إدلب وحماة، ما الاستراتيجية التي يتبعها النظام غير موضوع سياسة الأرض المحروقة بات معلومة للجميع اتبعها في عدة مناطق وفي ريف إدلب منذ شهور، وغير موضوع التقدم البطيء وقضم المناطق؟ يعني أولا مساء الخير وأضحى مبارك على الجميع، أعوذ الله على الأمة العربية والإسلامية وعلى الشعب السوري بالنصر إن شاء الله. وأنت بخير. يعني أولا 100 يوم من القتال بعتقد مرينا فيها بمراحل متعددة. بالبداية هي انقلاب على كل تفاهمات الأستانة، بالبداية هي انقلاب على كل ما تم التوافق عليه بسوتشي رغم اعتراضنا على كل تلك المواقع، وهي انقلاب على كل تفاهمات أردوغان وبوتين. وبالتالي أنا بعتقد أنه اليوم نحن أمام واقع جديد، روسيا تريد أن تفرض حل بالخيار العسكري وهي عمرها لم تؤمن إلا بالخيار العسكري. هي تناور في جنيف، هي تناور في الأستانة، لكن الخيار العسكري وإعادة إحياء نظام الأسد هو مبتغى وهدفها الأساسي. طيب. 100 يوم من القتال مرت بثلاث مراحل أخي أحمد. نعم. المرحلة الأولى هي مرحلة الحرب الكلاسيكية. وجدنا من أن هناك تمهيد جوي، تمهيد بالبراميل، الصواريخ والمدفعية والدبابات، ثم تقدم المشاة. 60 يوم الأولى شهرين لم تستطع روسيا تحقيق أي إنجاز. قلعة المضيق وكفر نبودة مساحة لا تتعدى 30-40 كيلومتر، لم يعني لا تعكس مدى الزخم الذي عكسته موسكو أو رصدته موسكو وقاعات حميميم وغرف العمليات التي يقودها الضباط الروس. وبالتالي وجدنا من أن هناك تغيير في السياسة. قامت قاعات حميميم بتوجيه الاتهام إلى سهيل حسن وإلى فيلق الخامس، وقامت بتغيير القطاعات. انتقلت إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الشهر ما قبل الأستانة، مرحلة الضغط على الحاضنة الشعبية، تدمير الحاضنة الشعبية، 14 مجزرة خلال 20 يوم. الغاية كانت تطبيق سيناريو درعا وحوران بفصل الحاضنة الشعبية عن الفصائل وتشكيل حالة ضاغطة. وجدنا من أن العكس هو ما حصل، ازداد التصاق الحاضنة الشعبية بالفصائل وفشلت المرحلة الثانية. عندما ذهبوا إلى الأستانة وجدنا من أن هناك جريمة ارتكبت. عندما قيل أن هناك وقف إطلاق نار على أرض الواقع لم يكن هناك وقف إطلاق نار، بل أن بعد الأستانة بدأت المرحلة الثالثة والتي تعتمد على سياسة الأرض المحروقة مع الانتقال إلى الأعمال القتالية الليلية. لم نعد نرى هناك هجوم بالنهار، بالنهار هناك الطيران الذي يمهد ويقصف ويشاغل ويقوم بعملية الإشغال للجبهات. أما التقدم فهو عبر الزج دبابات التي 90 وعبر زج خمس شركات أمنية روسية. لم تعد شركة فاغنر الوحيدة الموجودة، هناك شركة موران، هناك شركة فوغا، هناك شركة اتحاد سلاف، وهناك شركة فاغنر، والشركة الخامسة شركات مرتزقة، مقاتلين مرتزقة، هي شركة شيت. لنوضح بس مرتزقة المشاهد، مرتزقة مزودين بألبسة خاصة لا تكشف بالأشعة الحرارية. طيب. لديهم قناصات تستطيع التعامل على مسافات أكبر كاتمة للصوت. ومن ثم تم زج بالإيرانيين وحزب الله على جبهة أسكيك. ما أريد اليوم أن يقول الروسي من أن هناك توافقات سربت وأتمنى ألا تكون حقيقية، هي الوصول إلى خان شيخون، الوصول عبر سكيك شرقي خان شيخون، والوصول عبر الهبيط غربي خان شيخون، ثم عملية الوصل ومحاصرة اللطامنة وكفر زيتا والطمين، وبالتالي فصل شمال الريف حماة الشمالي عن ريف إدلب الجنوبي، وبالتالي رسم تماما هذه الخطة التي يعمل عليها الروس. لا يمكن الوصول إلى الطرق الدولية، وهي تكررت، يعني تكررت في عدة مواقع في سوريا في معارك سابقة. سيادة العميد، تكررت في درعا صحيح، تكررت في الغوطة وفي مناطق أخرى. يعني بدي أسألك سؤال تاني. تماما. طيب. بس لكن دعني أقول هناك أيضا
تفضل. نقطة فارقة بس دعني أقولها من أن هذا عدم التوازن يعني عندما الروس والنظام يتقدمون ولديهم تغطية جوية، لديهم تنسيق، لديهم غرف عمليات يقودها الروس. حلو. بالمقابل وجدنا من أن هناك إحجام بعض الفصائل عن القتال، عدم وجود تنسيق. بعد الآن سنة خف الدعم، التاو لم نعد نراه نهائيا. قيل لنا أن التاو لا توجد له أجهزة تسديد ليلية. أنا أستغرب، هل هذا الصاروخ لا يوجد له نظام تسديد؟ إن كان موجودا لماذا لم يعطى للفصائل؟ لماذا غابت بعض الفصائل عن المواجهة؟ يعني حقيقة اليوم هناك الكثير من الأسئلة. جميل. والسؤال الأبرز الذي يسأله الجميع اليوم 4 مليون، أيه؟ لماذا تركيا لا تخرج وتخبرنا ماذا يحصل؟ تمام. لماذا لا يخرج جماعة الأستان ويقولون هل صحيح تلك التسريبات هي حقيقية؟ أيه؟ هل هناك اتفاق مع الروس على الاستلام حتى خان شيخون؟ هل هناك اتفاق مع الروس على الوصول إلى الطرق الدولية؟ الغريب الأمر أن الجميع صامت، وأربع مليون تحت جرائم التدمير وتحت جرائم الإبادة التي يقودها طيران الروس وحوامات الأسد. طيب أنتقل إلى السيد مصطفى سيجري، رئيس المكتب السياسي لفرقة المعتصم من الريحانية التركية. أرحب بك من جديد وكل عام وأنت بخير سيد مصطفى. قلت لي في حلقات سابقة 40,000 مقاتل تقريبا جاهزون لعمليات في شرق الفرات إذا ما قررت تركيا ومضت في هذا الخيار. اليوم على جبهات ريف حماة وريف إدلب ترون وتتابعون ما يحدث، هل لديكم عناصر جاهزة كما قال يوسف الحمود؟ هو ليس معنا، سأوجه السؤال لك، لترسلوها إلى جبهات ريف حماة كما أنتم جاهزون لترسلون عناصر إلى عمليات قد تقع شرق الفرات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وكما قلنا سابقا أن الجيش الوطني كان قد أعلن عن استعداده للمشاركة في معارك شمال شرق سوريا بهدف إقامة المنطقة الآمنة إلى جانب القوات الخاصة التركية. أما بما يخص ما يدور الآن وما يحدث في ريف حماة الشمالي ومحاولات تقدم الاحتلال الروسي على هذه المناطق، استعرضنا مشان بس والله ما نضيع الوقت يا سيد. نعم. سيد مصطفى، سألتك هل أنتم جاهزون في الجيش الوطني لإرسال بعض العناصر بعض القوات؟ ذكرتم 14,000. نعم، أنا أعود وأكرر بأن الجيش الوطني لم يدخر أي جهد في سبيل دعم وتعزيز صفوف الأخوة في الجبهة الوطنية للتحرير، القوى والسواد الأعظم الذي يدافع عن هذه المنطقة. ولكن الجيش الوطني يتحرك وفق الإمكانيات. نحن اليوم في لحظه والممكنه. بدي اسالك عم ناقشك منطقه ادلب وما حولها. عم ناقشك اليوم الوضع خطير أكثر من 50 سيد مصطفى اسمع سؤال اليوم الوضع. نعم. اليوم منذ اول يوم العيد وحتى الان غير من شهر غير من شهرين عندما بدات المعارك، كما قال لك سياده العميد الخطه واضحه حتى لا تحتاج الى محللين عسكريين، يريد النظام فصل ريف حماة عن ريف ادلب عن طريق التقدم من محاور الشرق سكيك والهبيط في الغرب، وهناك ضخ كبير من قبل المقاتلين على الارض من قبل قوات نخبه روسيه، من قبل مرتزقه، من قبل ميليشيات ايران وعناصر حزب الله اضافه الى ميليشيات الاسد. العنصر البشري هنا مهم ولا نغفل موضوع الطيران. سؤالي بشكل مباشر، اين هو الدعم من باقي الفصائل التي قوامها بالالاف في الشمال مستعده لخوض معارك في شرق الفرات وعلى اهبه الاستعداد، واليوم حماة في وضع خطير؟ وهي أيضا لم تدخر أي جهد في سبيل دعم وتعزيز صفوف الجيش السوري الحر في هذه المناطق. أعيد وأكرر أن هذه المنطقة فيها 50,000 مقاتل وهي ليست بحاجة لمزيد من المقاتلين. الانكسار الذي حدث سببه بالدرجة الأولى إجرام المحتل، وثانيا سببه وجود تنظيم جبهة النصرة. بالله عليك بهالحلقة بالذات لا تجيب لي سيرة جبهة النصرة. كل ما بستضيفك يا أستاذ مصطفى ما يعني صرت مثل النظام هيك، أنت كل شغلة بتعلق صار شماعة جبهة النصرة. نحن لا نؤكد سبب الإشكالية كونها في المعادلة جبهة النصرة، بس لا تخلوها شماعة.
احنا لما طبعا جبهة النصرة الآن موجودة في هاي المنطقة، معظم فصائل الجيش الوطني هي كانت في معارك سابقة مع تنظيم جبهة النصرة. جبهة النصرة هي من طردت الفصائل الثورية من هذه المنطقة. الآن وعندما قررنا أن نرسل وحدات إلى المنطقة استقبلهم تنظيم جبهة النصرة وبدأ بمعاينة هذه الوحدات وكشف أسماء هذه الوحدات، ومن هو راض عنه يقوم بإدخاله ومن هو غير راض عنه يمنعه من الدخول. الجواب. من المؤسف أن أجد حلو. نفسي وأنا إذن أنتم أحد عندكم العزم من المؤسف. ولا يرضيكم ما يحدث في إدلب. يا أستاذ أحمد بدي ألخص كلامك. إذن أنتم جاهزون لتقديم المعونة والمساعدة والمؤازرة العسكرية، ولكن جبهة النصرة لا تقبل بكم. هذا كلامك صح؟ أنا أؤكد أن ما يحدث في إدلب هو مؤلم ليس فقط لكل مواطن سوري، إنما حتى لقوات الجيش الوطني. لا يمكن الحديث عن الجيش الوطني وكأنه قوة أتت من كوكب آخر. هم جزء من المجتمع السوري. معظم مقاتلي الجيش الوطني هم من أبناء إدلب وحماة وحمصة والساحل وغيرهم. نحن ما نقول إجوا من كوكب آخر، ولكن نسمع تصريح بأنهم جاهزون للقتال في شرق الفرات. ولم نسمع تصريح سياق واحد. الحلقة واضح من المقدمة والتقرير. يراد أن يفهم، يراد إفهام المشاهد وكأن الجيش الوطني شوف صديقي قد تخاذل. لا يراد إفهام المشاهد ولا شيء. أنا هنا شغلتي أسأل وحضرتك شغلتك توضح وترد. كل واحد بيلعب دوره هون. أنا بدي ضل شكك لحتى آخر يوم. ما بتعطيني فرصة يا أستاذ أحمد، ما بتعطيني فرصة. لا كيف ما بعطيك فرصة؟ تفضل جاوب. عم أقول لك لم أسمع تصريح. لم نسمع تصريح واحد بأنكم جاهزون للمعارك في ريف إدلب، بينما سمعنا عدة تصريحات من عدة قادة بأنكم جاهزون لمعارك شرق الفرات وعلى أهبة الاستعداد وبآلاف وعشرات آلاف المقاتلين. عم بسألك ما عم بترد يا سيدي. ما عم يا أستاذ أحمد، ما عم نعرض هذا الموضوع على الإعلام لعدة أسباب. أولا نحن منأكد أن وجود تنظيم جبهة النصرة قد يعني أحد بشكل كتير كبير عن أنه يكون في مشاركة فعلية من قبل الجيش الوطني، ولكن أرسلنا وحدات بعيدا عن الإعلام، أرسلنا ذخيرة وعتاد وسلاح وأموال بعيدا عن الإعلام. كل فصيل موجود في مدينة إدلب، كل مجموعة عسكرية يثبت عليها أمام تنظيم جبهة النصرة بأنها على ارتباط أو أن لها تواصل مع فصائل الجيش الوطني تتعرض إلى اعتداء. من المؤسف أن أجد نفسي الآن وأنا على قناة ثورية في موضع الاتهام. وبكل أسف ما يحدث في هذه المنطقة منطقة محزن، ولكن لا ما محزن، طبيعي بحطك هناك موقع سببين رئيسيين في الدرجة وعندك الأولى. كل الفرصة أنك تدافع وتبرر وتعرض حقائق. هذا مش مؤسف الموضوع، هذا موضوع طبيعي للكل يعني. طيب اسمح لي بدون مقاطعة. أولا برجع بأكد هاي المنطقة فيها 50,000 مقاتل. لا يوجد هناك عجز في العنصر البشري، ولكن وجود تنظيم جبهة النصرة اللي لازم ما نغفله قد حال دون إيجاد قيادة في هاي المنطقة تستطيع القيادة من خلال التنسيق الكامل. لا ننسى أنه قبل هاي الهجمة من العدو تنظيم جبهة النصرة كان شانن حملة عسكرية على كل الفصائل، كان داخل باقتتال مع الأخوة في صقور الشام، مع الأخوة في أحرار الشام، مع الأخوة في فيلق الشام. كل الفصائل في هاي المنطقة دخل معهم باقتتال، ولكن هاي الفصائل تداعت ويعني مثل ما بقولوا حطت الملح على الجرح وراحت باتجاه للدافع عن هالمنطقة، ولكن لا يوجد مقاتل الآن يرابط ويأمن على نفسه من الخلف بسبب وجود تنظيم جبهة النصرة. السببين هما بالدرجة الأولى إجرام المحتل، اثنين وجود هذا التنظيم قد حال انه دون ايجاد قيادة عسكرية غرفة عمليات حقيقية متماسكة توضع الخطط العسكرية التي تحد من يعني مشاركة عدوان أو, او او فعلا يعني أي. وبضيف تسمح كنت عم بكمل كلامك، تسمح بمشاركة الجميع. منضيف عليهم النقطة اللي قلتها حضرتك انهم مش بحاجة، في 50,000 مقاتل، الموضوع ليس موضوع عدد لا اكثر. سأعود اليك، هذا كلامك صح؟ نعم. طيب رح ارجع لك بعد شوي سيد مصطفى، ارجو منك البقاء معنا. انتقل الى ضيفي من اسطنبول ايضا، ورحب بك من جديد دكتور سمير صالحة الاكاديمي والمحلل السياسي، وكل عام وانت بخير سيدي. اليوم هناك عده انباء، نريد ان نفهم ما الذي حصل في استانا في الجوله 13 الاخيره حتى تغيرت موازين القوى على الارض. كما قال لك هناك عده اسئله نحتاج الى الاجابه عليها سياده العميد قبل قليل. السلاح اللي كان ياتي قبل لم يعد حاليا موجود، هناك فصائل لا تشارك، نحيت عن موضوع المعارك، وكأن تركيا وروسيا قد تفاهمتا على موضوع الطرق الدولية وعودة النظام أو إعادة السيطرة أو إفراغ المنطقة من المقاتلين بعتادهم ووجودهم السلاحين الخفيف والثقيل. وضح لنا شو عم بيصير.
نعم مساء الخير للجميع. اولا مساء النور. الاستانه 13 وصل الى طريق مسدود منذ ان اعلن البيان الختامي، وتابعنا جميعا كيف انه ظهرت مساله وقف اطلاق النار وتم بعد ساعات فقط خرق هذا القرار والدخول في عمليات عسكريه بشكل واسع. نقطه اولى. نقطه ثانيه، هذه التطورات، هذه الخروقات الامنيه الواسعه تحمل معها مره اخرى سؤال اساسي، انه ما هي القيمه السياسيه والقانونيه لتفاهمات الاستانه واخرها 13 ولتفاهمات سوتشي ايضا؟ يعني هذا سؤال اساسي ينبغي هنا في انقره على مستوى القيادات السياسيه التركيه ان نطرحه ونناقشه ونحسمه باسرع ما يكون. نقطه ثالثه مهمه ايضا برايي، انه هذه الخروقات نعم تتم ربما بشكل واسع بعد الاستانه 13، لكن اسبابها هي جاءت قبل الاستانه ومستمره حتى اليوم. فيها جزء ربما من السياسه الروسيه، انزعاج روسي من التقارب والحوار التركي الامريكي الاخير، او أن روسيا تريد ان تكون امام الطاوله في شرق الفرات ايضا، امام الطاوله التركيه الامريكيه، تريد ان تجلس في تفاهم بين بين بينكم وبين الروس، بين الاتراك اقصد وبين الروس، على موضوع 20 كيلومتر عن تنسحب إليه منها الفصائل من أجل السيطرة على الطرق الدولية M4 و M5. في تفاهم بهالخصوص؟ القيادات السياسية التركية قالت أكثر من مرة أنها تنسق مع موسكو حتى في موضوع شرق الفرات وتطلع على كل التفاصيل التي تناقشها مع واشنطن. هذا يعني بشكل أو بآخر أنه موسكو على اطلاع، لكن أنا لا أظن أن موسكو قادرة على التأثير بشكل مباشر في شرق الفرات في هذه المرحلة. الآن إذا كان الاحتمال الأقرب كما قلنا هو تحريك النظام بسبب انزعاج روسيا من هذا التقارب التركي الأمريكي، فأظن أنه أنقرة لابد أن ترد. لماذا؟ لأنه داخل مناطق تخفيض التوتر المستهدفة الآن في قوات تركية كما تعرف، وهي حياتها معرضة للخطر من خلال هذه العمليات والغارات والقصف بشكل أو بآخر. لذلك أنا أعيد وأكرر، الروس والنظام يا دكتور سمير في إعلامهم يروجون أن هناك اتفاق بين الروس والأتراك، سلمت بعض المناطق خاصة الواقعة ضمن هذا الشريط الذي يكشف الطرق الدولية، وعليكم أن تنسحبوا وتلتزموا، لن يقف الأتراك إلى صفكم لأن هناك اتفاق مع الروس يقضي بانسحابكم وسحب أسلحتكم الخفيفة والثقيلة من تلك المناطق. لا أظن أن أنقرة ستدخل في اتفاق جديد من هذا النوع، ونحن نناقش كل السيناريوهات بشكل تتقدم بشكل سوداوي على الأرض. يعني في تفاهمات سوتشي، تفاهمات أستانا، تفاهم جديد من هذا النوع سيكون مكلف سياسيا عسكريا وأمنيا لأنقرة. لذلك أنا أستبعد تماما أي نقاش أو حوار من هذا النوع. ما هي الضمانة أن النظام الآن الذي يحاول التدخل والاقتراب سيواصل هذه العمليات بشكل أو بآخر ويلعب الأرض المحروقة ضد أنقرة نفسها؟ موضوع ملف اللجوء، ملف التصعيد باتجاه السيطرة على بقع فيها الفصائل التي تنسق مع أنقرة، يعني أكثر من مدى تؤكد أن أنقرة لن تدخل في نقاش من هذا النوع، وخصوصا أنها تنسق مع حلفاء محليين ولا مصالح وحسابات مرتبطة بشمال غرب سوريا. باختصار حتى لا أطيل أكثر من ذلك، نعم هذا التصعيد الآن لابد أن يواكبه رد تركي سريع. لماذا؟ لأنه ارتداداته لن تكون فقط على الفصائل وعلى ما يجري على الأرض، ارتداداته ستكون بشكل واسع تنعكس على مصالح أنقرة وحساباتها وعلاقاتها في هذه البقعة الجغرافية. أرجو منك البقاء معنا دكتور سميل إلى أن نستعرض هذا التقرير، حيث قالت مصادر عسكرية شمال سوريا إن الاحتلال الروسي وميليشيا أسد يحاولان التركيز في جبهات إدلب وحماة على استراتيجيات عسكرية أبرزها استخدام سياسة الأرض المحروقة والقضم البطيء، إضافة لاستخدام أجهزة رؤية ليلية والاعتماد على طائرات مسيرة لرصد تحركات الفصائل المقاتلة هناك. في معارك جنوب إدلب وشمال حماة ما زال بحوزة الفصائل كثير من المفاجآت وفق ما تشير الخرائط وما يقوله قادة عسكريون.
وما زال أمام خليط من المرتزقة والميليشيات الطائفية والاحتلال الروسي طريق طويل. أولى خطواته كانت تكلفتها 1000 قتيل خلال 90 يوما وفق إحصائيات تؤكدها وتنشرها شبكات موالية. لكن ومع سيطرة الميليشيات الطائفية والاحتلال الروسي على بلدتي الهبيط والزكاة من محور غربي جنوب إدلب وبلدة سكيك من جهة الشرق، سلطت مصادر عسكرية الضوء على استراتيجية الاحتلال الروسي وميليشيا أسد في الحملة الأخيرة التي يبدو أن بعضها متكرر وآخر جديد. ففي مشهدي الزكاة والهبيط بدا واضحا أن السيطرة كانت على أكوام حجارة وبقايا منازل، أي أن العملية التي دامت لأسابيع اعتمدت التدمير الكلي من خلال مئات الغارات الجوية خلال أيام. أما أثناء الهجوم فلوحظ للمرة الأولى أنه كان ليليا معتمدا على أجهزة رؤية ليلية. ومع انتشار مقاطع مصورة لوسائل إعلام الروسية في معارك إدلب وحماة، يلاحظ كذلك الاعتماد الكبير على الطائرات المسيرة لرصد الخطوط الخلفية للفصائل. فهنا على سبيل المثال ترصد تلك المسيرات مقاتلي الفصائل أثناء تجهيزهم إحدى منصات الصواريخ، ورصد آخر لإحدى السيارات وغيرها من مقاطع، ما يعني وفق ما تقول مصادر عسكرية إن على الفصائل المقاتلة تلافي تلك التكتيكات الثلاثة. أما الأولى أي القضم البطيء المعتمد سياسة الأرض المحروقة والغارات المكثفة فيقابلها فتح محاور مفاجئة ومربكة للميليشيات كما حدث عند فتح محور تل ملح، في حين تأتي العمليات الخاصة وتسلل مجموعات مجهزة بأجهزة رؤية ليلية خلف خطوط الميليشيات وعلى جوانبها لتشكل حدا من تأثير الهجمات الليلية، خصوصا أن ميليشيا أسد والاحتلال الروسي يتجنبان الاشتباك المباشر لعلمهما مسبقا بالنتائج. أما بخصوص الطائرات المسيرة فتشير المصادر إلى أنها بالنهاية تعمل بتحكم بشري عن بعد، وتبقى عمليات التمويه الاحترافية للآليات العسكرية والتنقل الحذر السبيل الأفضل للحد من تأثيرها بحسب خبراء عسكريين. أعود أرحب بضيف هذه الحلقة، ضيفي من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، بالدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي، وبالسيد مصطفى سجري رئيس المكتب السياسي لفرقة المعتصم من الريحانية. مرحبا بكم جميعا من جديد. أبدأ مع سيادة العميد أحمد رحال، هل موضوع اليوم فتح جبهات جديدة لتخفيف الضغط أمر صعب في هذه المعارك سيادة العميد؟ من قبل فصائل، أقصد فصائل المعارضة. يعني بالبداية في 3 أخبار حلوين يعني هلأ وصلونا. الخبر الأول هو مقتل القيادي أحمد الكاظمي من حزب الله على جبهات حماة. الخبر الثاني هو إسقاط طائرة مسيرة روسية على محور السرمانية. والخبر الثالث هناك صواريخ جراد تدمر مواقع للنظام وتحرق قاعات حميمين. النقطة الثانية اللي بدي أقولها، ماذا عفوا؟ محتد النقاش شوي مع قاعات حميمين. قاعات حميمين، قاعدة حميمين باللاذقية تقصد؟ نعم. نعم نعم نعم، تفضل. النقطة الثانية اللي بدي أقولها وأنا شفت النقاش احتد شوي، أنه من حق الإعلام أن يسأل، واجب علينا أنه نحن نجاوب. الغاية بالنهاية أنه نحن كليتنا في خندق واحد، أنا وأنت والأستاذ مصطفى. صحيح. حتى الدكتور سمير هو بخندق معنا إجباري، يعني هو موجودين معنا. بالنهاية نحن غايتنا نجيب على تساؤلات الناس، عندنا 4 مليون اليوم ما بيعرفوا الإجابة شو هي. أحسنت. عنا عشرات الآلاف رجعوهم من المخيمات ورجعوهم من مناطق النزوح على العيد على أساس أنه في هدنة، تفاجأوا أنه هن تحت الدمار. وبالتالي اليوم نحن لازم نجاوب، بالنهاية كليتنا بخندق واحد، غايتنا ليس تهبيط الهمم وليس تصبيط العزائم، نحن بالنهاية بدنا نرفع معنويات الناس وبدنا نوضعهم أمام حقائق دون مواربة. جميل جدا. هلأ الشيء اللي بدي أقوله كمان أنه الجبهة الوطنية مشاركة، يعني بغض النظر عن إذا كان فيها تعزيزات ولا لا، هناك قاطع حماة، هناك جيش إدلب الحر، هناك أحرار الشام، هناك جيش النصر، هناك كثير فصائل مشاركة. جبهة النصرة كان لها منعكسين. المنعكس الأول إنها هي سيطرت على 80-70-80% من الأسلحة الثقيلة، ونحن نقاتل في جبهة مكشوفة، في جبهة سهلية، ريف حماة، سهل الغاب. هذه المنطقة
تحتاج إلى تغطية جوية، تحتاج إلى أسلحة ثقيلة، العنصر المشاة يتقدم، حتى الدبابة تتقدم، تحتاج إلى تغطية. المصيبة إنه الأسلحة الثقيلة كلها صارت عن جبهة النصرة ولا تشارك، وأي عمل بدها تشارك فيه بدها تكون هي بقيادتها. النقطة الثانية، عندما أرادت التعزيزات سواء من جبل الوطنية أو من درع الفرات أو من غصن زيتون، حطونا حاجز على حلب الغربية من قبل النصرة، بتمر معك بندقية أو رشاش. يا جماعة أنا ما بدي بندقية ورشاش، أنا بدي مدفع، بدي دبابة، بدي صاروخ. الجولاني رفض. طيب ماذا عن العمليات النوعية يا سيادة العميد؟ حضرتك يعني أكثر واحد خبير بهذه النقطة. عندما أسألك عن جبهات جديدة لا توجد فيها جبهة النصرة، بريف حماة مثلا، بالغاب، جبهات للنظام تشتت انتباهه، وحصل ذلك أيضا في إدلب وريف حماة في هذه المعارك خلال الشهور الماضية. طبعا الكلام هذا سليم جدا وكلام صحيح. يعني أول شيء بدنا نعترف نحن أنه كل قتالنا نحن هو قتال بقرارات فردية، دفاع بدفاع قطاعي، بمعنى لا يوجد تنسيق جبهات، لا يوجد قرار عسكري متكامل يقوم بالمناورة بالنيران، يقوم بتقاطع أقواس النيران، يقوم بالمناورة بالجبهات. شفنا النظام تشتت لما كانت المعارك على جبهة قلعة المضيق وكفر نبودة، قاموا الشباب بعملية على جبين وتل ملح، حققوا اختراق وأخذوا الجلمة وقطعوا طريق محردة سقلبية. لما قاموا بعملية على محور عطيرة بجبهة الساحل تزلزل النظام كامل. طيب ماذا اليوم لو كانت عندنا معركة من درع الفرات ومعركة من غصن الزيتون ومعركة من أرياف حلب الغربية ومعركة بمحور أبو الظهور ومعركة بسكيك ومعركة بالهبيط ومعركة بكفر نبودة، سبعة من جبهات قادرين على فتح جبهات متعددة بالإضافة إلى جبهة الكمينة اللي زلزلت الروس. إذن سبعة من جبهات، شو بينعكس هذا الموضوع؟ أولا سنجبر العدو على تشتيت الطيران. يعني اليوم بدل ما يكون النظام والروس عم يركزوا طيرانهم على محور سكيك، محور الهبيط، خان شيخون، هالمنطقة اللي حوالي 20 كيلومتر، أنا وزعت له جهده على 250 كيلومتر. النقطة الثانية، بدل ما يركز هجومه وعناصره البشرية ونيرانه على جبهة واحدة، أنا أجبره بتوزيع نيرانه على جبهات متعددة. وبالتالي هذا الأمر مشاركة الجميع ممنوعة أم مسموحة؟ يحتاج حتى مع وجود جبهة النصرة الضباط أخي أحمد. يعني اليوم الضباط غائبين، الفكر العسكري غايب، النظام راح جاب خبرات العراق وخبرات إيران وخبرات الروس، وليد المعلم طلع على الجزائر ليجيب خبراتهم، ونحن 6500 ضابط فتحنا الحدود وطلعناه لبرا وحطينا عوائق يعني على المعابر. والله إنك انتقلت النقطة في بالي. أي ضابط بيدخل جميل لا بيروح على سجن النصرة، لا بيروح على سجن أمراء الحرب الموجودين بالداخل. جميل سيد نضال، اليوم نعلم جميعا وأنا أعرف وأنت تعرف وسيادة العميد والكل، هناك أقل شيء في المناطق المدن الحدودية وفي المخيمات تلك لا يقل عن 5000 ضابط من خير الضباط الجيش السوري السابقين، الذي من أوائل الذين انشقوا من ضمنهم رياض الأسعد وغيره من الضباط. أين هم حاليا اليوم في ضمن تشكيلات الفصائل مدعومة تركيا؟ بالمقابل نرى أبو عمشة وأبو صطيف وأبو ما بعرف مين. طبعا بكل أسف يعني هذا ملف شائك لذكره سيادة العميد. يعني ما معقول نحن جايين ل 2019 الآن بدنا نناقش كيف بدنا نحل هذا الملف. هذا له عدة عوامل. نعم بالدرجة الأولى الدول المتنفذة في الملف السوري وتحديدا دول الخليج بداية هي اللي منعت إعطاء أي دور للضباط من أصحاب الكفاءات والاختصاص ليكون لهم مشاركة فاعلة وحقيقية في الثورة السورية، وسيادة العميد واحد منهم. سيادة العميد كان قائد الجبهة في الساحل، ولكن من لمنع وصول الدعم عن سيادة العميد أحمد رحال، ويعني وقيد تحركاته في المنطقة وراح باتجاه اغتياله، تعرض لمحاولة اغتيال في الداخل، لو كان ظل في سوريا كان قتل. ولكن يعني اللي هي لعدة أسباب. وفي المقابل أيضا مش كل الضباط اللي انشقوا كانوا جاهزين للعمل، مش 6000 ضابط جاهز للعمل، اللي كانوا جاهزين عدد قليل، ولكن هذا العدد القليل مش الغالبية العظمى منهم جاهزين. من منع أن يكون أنا بأكد كلتنا على اتصال مع هاي الضباط، وسيادة العميد بيوافقني بالرأي. حول السؤال اللي عنده، بتوافقوا الرأي بهالنقطة سيادة العميد؟ اللي قاعدين بالمخيمات حاليا هن باختيارهم، يعني
ودول الخليج هي اللي هي اللي وحيده اللي منعتها. انا مش قلت يا استاذ احمد يا استاذ احمد انا مش قلت ما قلت كلهم، انا قلت مش كلهم جاهزين للعمل. طيب ما مشكله ما اختلفنا. تفضل سياده العميد. يعني الكلام بالمطلق بالتأكيد ما نهم بالمية بالمية جاهزين، هناك ضباط انشقوا لمجرد الانشقاق، وبالتالي بكل شرائح المجتمع هناك الفاسد وهناك الإيجابي، هناك الجيد وهناك السيء وهناك الكبير بالعمر وهناك ما بده يخوض الموضوع كله. لا أقل من 80% إلى 85% يعني لا أقل من 80% إلى 85% من الضباط الموجودين بالدول المجاورة كلهم قادرون يعني يريدون الدخول إلى الداخل. وجدنا لما حاول من الأردن 30 ضابط يدخلوا على جبهة درعا تم إطلاق النار عليهم على الحاجز الحدودي. أيضا اليوم المعابر الحدودية، يعني اليوم كتير بتوجه لنا سؤال سيادة العميد أنت قاعد بتركيا، الضباط قاعدين تركيا، ضباط الفنادق، لك يا جماعة أنا هلق بدي أدخل على الداخل، فينك تأمن لي حياتي؟ أعطيني معبر قادر يدخل منه غير مناطق غسل الفرات ودرع الفرات وغسل الزيتون. وحتى هاي المناطق نحن هاجمنا كتير من الفاسدين، وبالتالي لا في قضاء عادل ولا في شرطة تحميني، وجبهة النصرة ناطرتنا، وبالتالي سيتم الزج فينا بالسجن إذا ما قتلنا على الحدود. وبالتالي هاي النقطة نعم الكلام الأخ مصطفى صحيح ليس بالمطلق 100%، لكن لا أقل من 85% من الضباط مستعدين يدخلوا الداخل ويمارسوا عملهم حتى بدون مواقع قيادية. طيب دكتور سمير في هذه النقطة، وحتى وإن كنت لست عسكري ولكن خبرتك واسعة بهذا المجال، لماذا تتعامل الدول مع أشخاص يكونون لها الولاء وليس لديهم أي خبرة أو حتى ربما سمعة طيبة أو خلفية عسكرية، مجرد لديهم أفراد قادرين على التجنيد إذا أخذوا رواتب بيصيروا فصائل بيمدوهم بسلاح، ولا يتعاملون مع قادة عسكريين كان لهم خبرات طويلة في هذا البلد وهم موجودون على أرضكم في تركيا؟ طبعا يعني أنا نعم يعني أنا لا أريد أن أدخل كثيرا في شأن سوري فقط أقول لك أنه أنت تعرف أفضل مني كيف اندلعت الثورة في سوريا وكيف تغيرت بأكثر من اتجاه على مستوى الداخل والإقليم والعالم. صحيح. يعني في كثير من الملفات يعني متشابكة الآن دفعتني لأكثر من مرة إلى كتابة وتكرار هذا الكلام، أنه قيادات الثورة السورية يعني المعارضة السورية الفصائل المفكرين لابد أن يكون لهم نقاش حقيقي في رسم سياسة سورية جديدة على مستوى المعارضة، أقصد هنا باتجاه العسكري السياسي الأمني الاجتماعي والاقتصادي إلى جانب الدستوري. هذا النقاش إذا لم يطرح بأسرع ما يكون ويترجم عمليا على الأرض في إطار استراتيجية تحرك جديدة، أظن أنه كل هذه النقاشات ستستمر وتتفاعل. أعطيك مثال بسيط حتى لا أطيل. يعني بين أسباب هذه الخروقات الواسعة اليوم أنا رأيي أنه النظام وروسيا يهدفان أساسا إلى نقطتين أساسيتين، إشعال القتال بين الفصائل وبين النصرة، إشعال التوتر بين الفصائل وبين أنقرة. في أسباب كثيرة لهذا الآن التفجير الأخير إلى جانب النقاط التي أنا أشرت إليها حول روسيا قبل قليل. لذلك يعني الطرح الآن الميداني على الأرض مرتبط بنقطة أساسية كررتها أكثر من مرة، موضوع النصرة ينبغي أن يحسم بأسرع ما يكون. أنتم دخلتم في نقاش لكن لم تصلوا إلى نتيجة برأيي في هذا النقاش اليوم، أنه موضوع النصرة كلما استمر أنت بتعرف حضرتك كنت معنا ضيف دائم يا دكتور سمير، طرحنا حلقات كاملة من موضوع جبهة النصرة وفق اتفاقات سوتشي وأستانا يعني حكينا بالموضوع صار كثير يعني الآن هذا صح. لذلك أنا قلت لك يعني مسألة مسمار جحا هذا ينبغي بأسرع ما يكون اقتلاعه من مكانه حتى لا يكون حجر عثرة لا في هذه النقاشات ولا في طرح استراتيجية التحرك الميداني. جميل. أستاذ مصطفى السيجري رح أختم معك بهذا السؤال، ليقول لك أحدهم هناك شعرة خط رفيع جدا جدا بين أن تكون منضبط وأن تكون صاحب وفاء لمن يدعمك، أي أقصد هنا تركيا، وبين أن تكون منبطح كليا وترفع أعلام تركيا ويصبح ولائك تركي وشوي تاني يعني صرت تركي ونسيت القضية كلها بأولها لآخرها. ألا يحزنك عندما ترى هذه الفصائل وحضرتك موجود ضمن الفصائل التي تدعمهم تركيا، ألا يحزنك هذا المشهد بشكل عام؟ طبعا بكل تأكيد نحن لا نقبل أن يكون هناك انطباع
كما صورة كما سميتها انبطاح لأي جهة كان لأي جهة كان، لا تركيا ولا غير تركيا. نحن دائما نقول بأن العلاقة مع تركيا مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ولكن دعني أعلق هنا على موضوع العلم وبكل وضوح وصراحة. معظم الجنود الأتراك ممن دخلوا إلى الأراضي السورية وقاتلوا كتف على كتف مع المقاتلين السوريين في مواجهة المجموعات الإرهابية، عندما دخلوا الأراضي السورية كانوا يحملون الأعلام التركية كنوع من الاحترام المتبادل والمودة. كان معظم الضباط ومعظم الجنود الأفراد الأتراك يقومون بنزع العلم التركي ووضع العلم علم الثورة السورية، وفي المقابل الجندي السوري يأخذ العلم التركي. هذا التصرف يأتي من باب الاحترام المتبادل بين الطرفين، ولكن أنا أؤكد هنا وأحذر من أنه ربما يصبح عندنا مجموعات تعطي ولاء مطلق لجهات داعمة. هذا الأمر ممكن أن يحدث. إن سألتني عن رأيي الشخصي بالتأكيد هذا الأمر غير مقبول. الانتماء يجب أن يكون فقط لسوريا، الوطن والشعب، وأي علاقة مع أي جهة كان يجب أن تكون مبنية على المصالح المشتركة. نحن أصحاب مشروع وطني مستقل، نحترم ونشكر تركيا على كل ما قدمته من دعم لنا، ولكن بكل تأكيد نحن لا ننفذ أجندات تركيا، إنما نعمل وفق مصالح الشعب السوري. شكرا لك لمشاركتك معنا الأستاذ مصطفى السجري رئيس المكتب السياسي لفرقة المعتصم، كنت معنا مباشرة من الريحانية التركية. كل الشكر للدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. شكرا لسيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من إسطنبول. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. غدا حلقة جديدة بإذن الله وتفاصيل جديدة، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.